قطاع الصحة في المغرب تعرف واحد نقص حاد في الموارد البشرية، كما وكيفا. فيما يخص الكم، في المغرب عندنا 1.51 مهني الصحة لكل 1000 نسمة، في حين أن المنظمة العالمية للصحة توصي على الأقل ب2.5. عندنا واحد نقص ديال حوالي 7000 طبيب، ونقص حوالي 8000 ممرضة وممرض. من الناحية الكيف، من ناحية الكيف، فكاين هناك سوء التوزيع على الصعيد الوطني، كاين تفاوتات وفوارق كبيرة بين العالمين الحضري والقروي. مثال، أكثر من 45% ديال الأطباء موجودين بين الدار البيضاء والرباط، فقط 24% من الأطباء تيزولوا عملهم في المجال القروي، اللي يجعل أن بعض المستوصفات مغلقة إلى حدود اليوم. وزارة الصحة بغت تحل هذه المشكلة، هذه المعضلة، بواحد استراتيجية اللي تتركز على 3 محاور. المحور الأول هو الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة. مجهود ديال الحكومة منذ 2012 أكثر من 3000 منصب سنويا، في حين أن هذه المناصب ما كانش كتجاوز 800 حتى 1000 منصب قبل 2001. هذا غير كافي، خص المجهود يكون مجهود أكبر. المحور الثاني هو تحسين ظروف العمل بتوفير وشراء جهازات البيو طبية والمعدات البيو طبية. الحكومة أخذت قرار باش تجهز العملات، مثلا كل عملة يكون فيها سكانير، كل عملة يكون فيها ليغام، كل عملة يكون فيها قاعات العمليات مجهزة إلى آخره، بواحد الغلاف مالي ديال 946 مليون درهم اللي غنبدا الاشتغال بها اواخر هذه السنه. المحور الثالث والاخير هي الخدمه الصحيه الوطنيه، لو سيرفيس سانيتير ناسيونال. لماذا هذه الخدمه الصحيه الوطنيه؟ اولا للتوزيع العادل والمتكافئ ديال الموارد البشريه على حسب الخريطه الصحيه، وتكون تكافؤ الفرص حتى المهنيين من اطباء وممرضين في التوزيع ديالهم. لماذا كذلك؟ لأنه غيكتسبوا واحد اكتساب، واحد الخبرة ميدانية ديال سنتين ديال الخدمة الصحية. الثالثة توفير فرص الشغل. رابعا غنتمكنوا من هذا 8400 مهني الصحة اللي غيكونوا في الميدان، وخاصة في المناطق البعيدة أو القرى، أنه غنفتح جميع، أقول جميع، المراكز الصحية والمستوصفات والمؤسسات الصحية المغلقة. وأخيرا غنتمكنوا من إنجاح نظام المساعدة الطبية. يا للأسف هناك ادعاءات، افتراءات، مغالطات كتقول الأولى ديالها أولا أنه هذا القانون موجود وبغى الوزير يتم تمرير دياله في سبتمبر. هذا غير صحيح. تتقال كذلك أنه الأطباء، الزملاء الأطباء اللي غيمشيو يمارسوا العمل ديالهم في المناطق النائية وفي القرى أنه غيمارسوا ب2000 درهم. هذا غير صحيح. تتقال كذلك أنه ما تكونش عندهم تغطية صحية في العمل ديالهم. هذا كذلك غير صحيح. ويقال كذلك أنه غيتحرموا من الولوج المباراة ديال الإقامة لغيزيدنا. هذا كذلك غير صحيح. الحقيقة، التوضيح، أولا أن هذا مسودة مشروع في نقاش، وغادي ناخذ وقتنا وغادي نناقشوا مع جميع الفرقاء الاجتماعيين بما فيهم الطلبة الداخليون والمقيمون. ثانيا أنه الأطباء والناس اللي غيمشيو ويمارسوا في المناطق النائية وفي القرى غادي يبقى عندهم السالير ديالهم. الطبيب العام سيتقاضى أجرة الطبيب العام، الطبيب المختص سيتقاضى أجرة الطبيب المختص، ما غادي ينقص ليها تفرق. ثالثا أنه هاد الناس اللي غيمشيو يخدموا في المجال القروي غتكون عندهم تغطية صحية. احنا منذ بضعة أيام خرجنا الوجود تغطية صحية للطلبة، وعما قريب إن شاء الله تكون المهن الحرة والمستقلين. رابعا أنه غنشجعوه وغنتمكنوا من فتح يعني مناصب مالية أكبر للولوج إلى الإقامة، ونشجعوا هاد الأطباء أنه يدوزوا، من حقهم أنه يدوزوا الولوج للإقامة. خامسا انه هاد عامين اللي غيدوزوها في الخدمه الوطنيه الصحيه الوطنيه تحسب ليهم في الاقدميه للترقي والتقاعد،
واخيرا هل الاطباء اللي غيخدموا عامين في الاخير من حقهم اما غادي يخدموا الرسوم في البريفي واما يدوزوا اي مباراه في القطاع العمومي او القطاع الخاص. بغيت نسالي هذه الكلمه ديالي بجوج الاسئله وتنويه. السؤال الاول، واش هاد الساكنه ديال القرى المناطق النائيه المناطق الجبليه ماشي مغاربه ما تيستاهلوش انا نداويهم؟ ما عندهمش الحق في العلاج نخليهم يموتوا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، واش عيب انه طبيب مغربي سال القرايه ديالو قراتو الدوله وماشي عيب يعني عيب يعطي عامين العمل ديالو يداوي هاد المغاربه اللي تنداوي عليهم؟ ولكن ملي تنقولوا يداويهم ماشي بصفر درهم، ماشي بألفين درهم كما يقال وكما يشاع. الطبيب العام سيتقاضى أجرة الطبيب العام، والطبيب المختص غادي يتقاضى أجرة الطبيب المختص. أخيرا تنويه، الجميع المهنيين من أساتذة من أطباء من ممرضات وممرضين تقنيين موظفين في القطاعين العام والخاص، تنقول لهم هذا المنبر الله يجازيكم بخير لأن تيكونوا مع العمل جبار رغم قلة الإمكانيات في ظروف شي مرة تتكون سيئة. فغنقول لهم الله يجازيكم بخير، راك نتوما تتقوم بواحد العمل جبار وتتكلفوا أغلى شيء عند المواطن أو المواطن المغربي هي صحته هي حياته.